تنظيم داعش خطف من عائلتي، يعني عائلة أخي وأختي 19 فرد. إلى الآن تم تحرير 12 فرد من مجموع 19. اللي تحرروا كان مقابل مبالغ مادية، يعني 100,000 دولار تم تحريرهم. خالد أي زيدي دفع ما يقرب من 100,000 دولار على أمل الإفراج عن نحو 10 من أقاربه خطفهم تنظيم داعش الإرهابي. ذكريات أليمة تأبى النسيان في حياة الأيزيديين، وهم يستحضرون اليوم مأساة لا تمحوها الأيام من سجل الذاكرة. إنه 3 أغسطس من عام 2014، في ذلك الصيف اللاهب، حين اقتحمت جحافل تنظيم داعش الإرهابي إقليم سنجار شمالي العراق، وارتكبوا أبشع المجازر بحق رجاله ونسائه وأطفاله، حيث مارسوا القتل والخطف والاستعباد والاغتصاب أيضاً. ويقول الأيزيدي خالد أن داعش خطف 5 من أفراد عائلته ولا يزالون في عداد المفقودين، كما 2700 من الأيزيديين الآخرين. اليوم ومع مرور الذكرى 9 على جريمة الإبادة بحق الأقلية الأيزيدية في العراق، اعتبرت الحكومة البريطانية أن الأيزيديين تعرضوا لإبادة جماعية على يد تنظيم داعش الإرهابي عام 2014، حسب ما قالت وزارة الخارجية في بيان لها. ولا تزال الشابة هيام صبري تتذكر يوم 3 أغسطس من عام 2014، عندما خطفها التنظيم الإرهابي مع والديها وشقيقاتها 5 وشقيقيها. أنا هسه أتخيل يعني بشي يوم من الأيام إذا رجعت نفس بيتي ما رح لاقي أصحابي ولا أي واحد يعني من أعرفهم، يعني كل شي تغير يعني بعد ما هم أجوا، يعني أكو ناس قتلوهم ما موجودين، أكو ناس مأسورين ما موجودين، أكو ناس طلعوا مع الخارج يعني ما موجودين، قليلين الناس اللي يعني اللي كنت أعرفهم هسه موجودين. إبادة دخلت الذاكرة الجماعية للشعوب من أوسع أبوابها، قبل أن تقرأها المحاكم والأنظمة لتشهد على إرهاب تنظيم حول حاضنات الحياة في بلدان عدة إلى طين معجون بدماء وآهات أهلها. ومأساة الأيزيديين ليست استثناء.